أهلا بيكو. النهاردة محاضرتنا إن شاء الله هتتكلم على Demonstrations as an Instructional Method. في محاضرتنا اللي فاتت اتكلمنا عن Lecturing Instructional Method وإزاي ممكن نحسن أدائنا في المحاضرات بتاعتنا وإحنا بندي Lecture، وبعدين اتكلمنا برضو على Activities وأهميتها وإزاي نستخدمها في التعليم. المرة دي هنتكلم على حاجة تالتة اسمها الديمونستريشنز. الديمونستريشنز والاكتيفيتيز ساعات بيختلطوا على بعض لأن الاتنين فيهم حاجة بتتعمل. لو حاولنا نفرق بينهم في حاجة أساسية بتختلف ما بين ديمونستريشن والاكتيفيتي، هي إن الاكتيفيتي بيبقى المتدرب على حريته أو بيعمل اللي هو عاوزه، بياخد القرارات وبيبتدي يشتغل في المهمة اللي قدامه ويحاول ينفذها بأي شكل من الأشكال ممكن ينفذه بيه. بينما الديمونستريشن المفروض إن هي بتبقى متخطط لها اللي هيتعمل فيها بالظبط، 1 2 3 4. المفروض ان المتدرب لما يجي يعمل الديمونستريشن يعملها زي ما هي متخططة بالظبط. عشان كده عادة الديمونستريشنز بتبقى مرتبطة اكتر بالحاجات السيستماتيك، ما يبقاش فيها ابداع كتير، بتبقى مرتبطة بالحاجات اللي فيها سيفتي ايشوز، وما زالت ممكن تستخدم برضو في حاجات مختلفة حسب احتياجك انت ورؤيتك للمطلوب في المادة العلمية اللي عايز توصلها. المحاضرة بتاعتنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم فيها عن ايه الديمونستريشنز، نعملها ازاي وننفذها ازاي. نتكلم على حاجة اسمها الثري ستيج او الثري ستيب ديمونستريشن، وبعدين هنتكلم على شوية خصائص ليها وادفانتجز وديسادفانتجز، وفي الآخر هنتكلم بسرعة على الاسسمنت بتاع الديمونستريشن. فلو حبينا هنا نتكلم بسرعة على الديمونستريشن وهي ايه بالظبط الديمونستريشن، هنلاقي ان احنا ممكن اول حاجة نفتكرها لما نيجي نتكلم على الديمونستريشن ان هي عبارة عن show and tell. زي ايه؟ زي ما ان انت بتعمل حاجة، وهنا مثلا جايبين صورة واحدة بتعلم تطريز، فالمفروض ان هي بتنفذ اللي بتعمله وبتوري الناس اللي قدامها كمان ازاي يعملوه. من ضمن الحاجات برضو اللي في الديمونستريشنز بتبقى مهمة ان احنا نبتدي نأكد على النقط الأساسية. لو احنا مثلا في عملية جراحية، طب ايه اللي يخلي العملية الجراحية دي اقرب للنجاح؟ ايه اللي يخلينا نعملها كويس؟ ايه النقط اللي لازم ناخد بالنا منها واحنا شغالين علشان العملية الجراحية دي تبقى انجح وما الى ذلك. برضو الديمونستريشن بيبقى فيها جانب مهم جدا وهو جانب السيفتي. ازاي وانا بنفذ الموضوع ده انفذه بشكل امن، ما يأذنيش او ما يعرضنيش انا لان انا اتأذي او يعرض الناس اللي قدامي ان هم يتأذوا. زي مثلا هنا بنعمل عملية خلط المواد الكيماوية مثلا في معمل الكيمياء، ازاي اعملها بشكل سيف بحيث لو حاجة اتدلقت ما تعورنيش او ما تأذنيش، ايه الادوات بتاعت السيفتي المفروض البسها، وكده برضو. ممكن من ضمن الديمونستريشنز في السيفتي لو بغير كاوتش العربية ازاي اغيره بحيث ان العربية ما يحصلش فيها حاجة تتعوج، او ان انا ما عرضش نفسي ان انا اتصاب او كده. ده بسرعة مقدمة سريعة قوي عن الديمونستريشنز وزي هي شو اند تيل وزي بنوري فيها ايه اللي بيتعمل. الخطوة الجاية ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم مع بعض عن الثري ستيج ديمونستريشن وازاي ننفذها وازاي الخطوات اللي المفروض تكون موجودة فيها. أرجو أن أنتم تكونوا معنا إن شاء الله في الفيديو الجاي.